إذا راك حاب تبني وتستقر في منزل أرضي، رانا جبنا لك الأرض اللي توالمك من جميع النواحي، من ناحية الوثائق والمساحة والمكان. تابعوا معنا لا فيديو باش تتعرفوا على التفاصيل أكثر. السلام عليكم متابعينا الأوفياء. العروض تاع العقارات معنا ما يخلصوش، يسمى ما كاش كيفاه ما تلقاش العقار اللي والمك. ما تنساوش تتابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل ايموبيلي باهي يلحقكم جديد تاع عروضنا. متابعينا، العرض تاع اليوم راه في منطقه عمرانيه كيما راكم تشوفوا، منطقه سكنيه بامتياز في ولايه البليده، دائره واد العلايق، بلديه بن خليل، في حي مركز بن خليل. جبنا لكم في هذا الحي الهادئ قطعة أرض للبيع بعقد ملكية شيوع. هذه القطعة راهي في منطقة استراتيجية تتوسط جميع المرافق الأساسية الابتدائية المتوسطة والثانوية، عندكم المستوصف أيضا والمسجد، قريبة للطريق السيار بمدة 15 دقيقة برك. وسط مدينة بوفاريك 7 كيلومتر برك تلحقلو، وسط وادي العلايق 5 كيلومتر تلحقلو. المدينة الجديدة سيدي عبد الله 25 دقيقة تلقى روحك فيها، يعني الأرض هذه راهي في موقع مناسب ويساعدك للاستقرار. كما راكم تشوفوا الأرض راهي مستوية، تبدأ تبني قبالة ومحاطة كامل بالسوار، يعني الأرض تاعك راهي في آمان، تشريها وتخليها الوقت اللي حبيت تبنيها وما تخاف عليها من والو. إذا كنت من الناس اللي حابين يستقروا في منزل أرضي ويستغلوا باقي المساحة، نظن باللي الأرض هذه هي اللي توالمك. المساحة تاعها هي 444 متر مربع، يعني مساحة تقدر تدير فيها بزاف حاجات، وفيها فاصات تاع 40 متر مربع على 11 متر مربع، وتتوفر على الكهرباء، الماء، الغاز والانترنت، يعني الأرض تاعنا راهي موالمة من جميع النواحي. والسعر تاعها يبدأ من 220 مليون حتى 280 مليون للأر. إذا كنتم مهتمين بهذه القطعة تاع الأرض اللي راهي في بلدية بن خليل، تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاه رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات. سلام.